قم بتقريب العدد 24259 إلى أقرب 100. ستجد أن هذا النوع من المساء المباشر، لكن ما أريد فعله هو التفكير فيما يعنيه التقريب إلى أقرب 100. ما سأقوم بعمله الآن هو رسم خط الأعداد، سأرسمه هنا وسوف أعين المئات على خط الأعداد. سيكون لدينا 24100، ثم نذهب إلى 24200، ثم 24300، 24400. أعتقد أنك ترى ما أعنيه. عندما أحدد المئات، كل ما أفعله هو الانتقال بمقدار 100. الآن أين يقع 24259 على خط الأعداد؟ إذا نظرنا إلى خط الأعداد سنجد أن العدد أكبر من 24200 وأقل من 24300، فلدينا 259. فلو كانت المسافة هنا هي 100، فستكون 59 على يمينها. إذا هنا سيكون موقع العدد. هذا 24259. فإذا طلب منك أن تقرب عدد إلى أقرب 100، هذا يعني أنك ستقرب إلى واحدة من مواقع المئة هذه التي تعد قريبة للعدد. وإذا نظرنا إلى اليمين هكذا، سترى أن العدد قريب من 24300 أكثر من قربه إلى 24200. إذا عندما نقربه يكون الناتج 24300. إذا قربنا إلى أقرب 100 فسيكون الجواب هو 24300. هذا النوع من تعليل سبب تسميته بمصطلح أقرب 100، والناتج هنا كما رأينا 24300. لكن في كل مرة تقوم بها في حل مثال كهذا، ليس عليك أن ترسم خط الأعداد وتنتقل عليه، بل عليك التفكير بمسألة أو بطريقة أخرى سهلة رياضية، وهي النظر إلى العدد 24259، والمطلوب منا أن نقرب إلى أقرب 100. إذا علينا أن ننظر إلى منزلة المئات، ها هي. وعندما نقرب فهذا يعني أننا لا نريد أعدادا بل أصفارا بعد العدد الموجود في منزلة المئات. إذا ما سنفعله هو أن ننظر إلى العدد الموجود في منزلة أقل من المنزلة التي سنقربها، هذه منزلة المئات، لذا سننظر إلى الخمسة. وإذا كان العدد خمسة أو أكثر، أي 5 6 7 8 أو 9، فنقرب إلى عدد أعلى. إذا 5 أو أكثر نقرب لعدد أعلى، ونقرب لعدد أعلى. إذا سنقرب لعدد أعلى هنا لأن لدينا 5، والتقريب لعدد أعلى يعني أن نذهب إلى 24000، وربما أننا سنقرب إلى عدد أعلى. سنجعل 2 تصبح 3، أضفنا 1 إليها، أي التقريب يكون 24300. هذا ما قصدناه بالتقريب لأعلى. كان هذا مجرد مثال، لكن إذا كان لدي 24249 وأردت تقربه إلى أقرب 100، سأقول حسنا سأقربه إلى أقرب 100. دعوني ألقي نظرة على منزلة العشرات، هي ثاني عدد على اليمين، إنه ليس 5 أو أكثر، لذلك سأقرب لعدد أقل. سأقرب لعدد أقل، وعندما نقرب لعدد أقل يجب أن نكون حذرين. لا أعني أبدا أنني سأقلل من منزلة 2، بل يعني أنني أملك 2 فقط، أي سأتخلص من كل ما يأتي بعدها، فستصبح 24200. هذا هو نمط التقريب إلى العدد الأقل. إذا كان مطلوب منا تقريب العدد للأعلى فسيصبح 24300، وهذا منطقي. إذا 24249 سيصبح قريبا من 24200، أي أن 24200 هو أقرب 100 عندما نقرب العدد الأقل. ففي حال العدد 24259 كان التقريب لأقرب 100 منه هو 24300، أي أننا قربنا لعدد أكبر من العدد الأصلي.